اعتراضات الأقليم على تعديلات المالية النيابية تؤخر طرح الموازنة للتصويت، والأخيرة تؤكد إنها تنظر لبنود القانون فنيا لا سياسيا. السوداني يؤكد إن الحكومة ماضية بخططها في استثمار الغاز المصاحب والغاز الطبيعي وسط افتتاح مشروع معمل تسييل الغاز الطبيعي بحقل الرمالة. المفوضية تدعو إلى تحديد الموعد النهائي لانتخابات مجالس المحافظات وتؤكد الاستعداد لإجرائها في ظل جهود كبيرة لتحديث بيانات الناخبين. نشرة أخبار الظهيرة، طاب يومكم. جددت المالية النيابية تأكيدها على أنها تنظر إلى الموازنة وموادها وبنودها فنيا بعيدا عن السياسة. عضو اللجنة سعد التوبي ذكر أن اللجنة أضافت بنودا تعظم إيرادات الدولة وتدعم المنتج المحلي وتحميه، مشيرا إلى أن المواد الخلافية هي فقط المواد الثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة والتي تخص إقليم كردستان. ولفت إلى أن اللجنة أضافت بعض اللمسات الفنية على الموازنة تحافظ على ثروات البلد بالدرجة الأولى وتقنن العلاقة بين بغداد والإقليم، مؤكدا أن اللجنة تعمل على خلق حالة من التسوية والعدالة في توزيع الثروات بين المحافظات في الوسط والجنوب والغربية والشمالية. أكد عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي في برنامج دون اتهام أن رؤية الإطار التنسيقي تتفق مع تعديلات اللجنة المالية النيابية والتي تتلخص بستين نقاط. كان هناك لقاءات للإطار التنسيقي مع قيادات الحزب الديمقراطي الكردستاني، وتم طرح رؤية الإطار التنسيقي التي تتطابق كثيرا مع ما ورد في التعديلات. أغلب مواد اللجنة المالية التعديلات، ويمكن أن نلخصها بست نقاط. أولا، على إقليم كردستان استخراج أو إنتاج ما لا يقل عن 400,000 برميل نفط يوميا. ثانيا، تتولى سومو مسؤولية التصدير والبيع للنفط المستخرج من إقليم كردستان. ثالثا، يتم إيداع إيرادات 400,000 برميل نفط في الحساب في البنك المركزي. رابعا، يخول رئيس مجلس وزراء الإقليم بالصرف من هذا الحساب طبقا لمقررات الموازنة المخصصة لإقليم كردستان وأبوابها. خامسا، يتم بذل الجهد من قبل حكومة وزارة النفط الاتحادية وإقليم كردستان لاستئناف تصدير النفط المتوقف إلى ميناء جيهان. سادسا، إذا لم يتعذر تصدير النفط لأي سبب كان، يتم تسليم 400,000 برميل نفط خام إلى الحكومة الاتحادية إلى وزارة النفط للاستهلاك المحلي. وعلى الموازنة تدور الدوائر بعد استمرار الاعتراضات الكردية على التعديلات النيابية والاتفاق بين الحكومة المركزية والأقليم، وهو ما شكل الحاجز الأهم أمام تمرير القانون، ما ساعد على تفاقم الاتهامات بين الحزبين الكرديين. على إطائه، الموازنة الاتحادية تعطل إقرارها وإقليم كردستان هو السبب هذه المرة، فالاتفاق الحاصل بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم حول تصدير نفط كردستان والمتضمن في بنود الموازنة واجه اعتراضا وتعديلا على فقراته من قبل اللجنة المالية في مجلس النواب، وهو ما لاقى رفضا حادا من قبل الحزب الديمقراطي والأحزاب المتحالفة معه. حكومة الأقليم التي رفضت هذه التعديلات
أوفدت ممثليها إلى بغداد لحل الخلافات وتثبيت ما تم الاتفاق عليه. بالأمس كان هناك وفد زائر من حكومة إقليم إلى بغداد ليكون هناك تسريع في تشريع قانون النفط والغاز. تشريع قانون النفط والغاز هو سيحل جميع هذه المشاكل الخلافية بأن يتم إرجاع جميع الواردات النفطية في سلة واحدة، ومن ثم استخراج 12.67 لموازنة حصاد إقليم كردستان. 5 تعديلات جوهرية وضعتها اللجنة المالية النيابية غيرت شكل الاتفاق بحسب موقف الإقليم. الأول عدم تسليم حصة الإقليم من الموازنة إلا بعد تسليم النفط، والثاني وضع الإيرادات في حساب البنك المركزي وليس في مصرف أهلي، والثالث منع الإقليم من استخراج النفط من بعض حقول نينوى وكركوك، ورابعا إلزام الإقليم بتسليم 400,000 برميل إلى شركة سومو ولها حق التصرف بها سواء ببيعها أو تصريفها في السوق المحلية، لا سيما بعد توقف التصدير عبر تركيا، وخامسا إلزام حكومة الإقليم بدفع مستحقات رواتب موظفيها المستقطعة قبل سنوات. اتهامات البارتي لاحقت غريمه اليكتي بالوقوف خلف هذه الاتفاقات فيما ينفي الاتحاد الوطني ذلك، لكنه لا يخفي موقفه المؤيد لبعض التعديلات. لدينا نائب واحد في اللجنة المالية وهم لديهم نائبان في اللجنة المالية، إضافة لذلك هم لديهم نائب ثاني للرئيس مجلس النواب العراقي، نحن لدينا نائب واحد في اللجنة المالية. لا يعقل أن يكون الاتحاد الثاني طرفا في هذا الموضوع، لكن للاتحاد رأي في قضية استرجاع ادخار الإجباري رواتب الموظفين، وأيضا قضية أن تكون رواتب الموظفين المتقاعدين أولوية. يذكر أن الإقليم قد أوقف التصدير النفطي عبر تركيا بعد قرار محكمة باريس الدولية، فيما تبحث الحكومة الاتحادية عن آلية أخرى لتصدير نفط الإقليم بإشراف شركة سومو إلى حين إقرار قانون النفط والغاز الذي سينهي كل تلك الخلافات. من أربيل لقناة الفرات على الطاي. أعلن البنك المركزي العراقي ارتفاع الاحتياطي العراقي من الذهب إلى أكثر من 132 طنا. المكتب الإعلامي للبنك ذكر في بيانه إن شراء كميات جديدة من الذهب تصل إلى أكثر من طنين، والذي يترتب عليه زيادة حيازته من هذا المعدن بنسبة 1.79%، ليصبح مجموع ما يمتلكه أكثر من 132 طنا، محافظا على تسلسله في المرتبة 30 ضمن ترتيب حيازات الذهب لدول العالم. وأضاف إن الشراء جاء بهدف زيادة حيازته من الذهب في ظل الأوضاع الاقتصادية والسياسية التي يشهدها العالم. أعلن مصرف الرافدين إطلاق دفعة جديدة من سلف الحشد الشعبي إلكترونيا. وأوضح المكتب الإعلامي للمصرف في بيان إنه تم صرف دفعة جديدة من سلف الحشد الشعبي التي تبدأ من 5 ملايين ولغاية 25 مليون دينار عراقي. وأشار إلى أن رفع السلف تم عن طريق البطاقات الإلكترونية إسوة بمنتسبي الداخلية والدفاع الذين وطنوا رواتبهم على المصرف بعد أن باشر المصرف بمنح السلف مسبقا. We'll be right back.
أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شيع السوداني أن الحكومة وضعت مشكلة الكهرباء ضمن الأولويات، فيما أشار إلى المضي بخطط استثمار الغاز المصاحب والغاز الطبيعي في مجال الطاقة. ذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء أن السوداني افتتح محطات تحويلية للضغط العالي للطاقة الكهربائية بطاقة 400 كي في في محطة القدس الغازية الواقعة في منطقة الراشدية شمال شرق بغداد، ومحطة الراشدية الغاز في جنوب غرب العاصمة، مشيرا إلى أن السوداني ترأس خلال زيارته محطة القدس اجتماعا ضم ممثلين عن شركتي سيمنز وجنرال إلكتريك والكادر المتقدم في وزارة الكهرباء. جرت خلاله مراجعة للخطوات الخاصة بإدامة ورفع كفاءة محطات الطاقة الكهربائية، والتأكيد على سير الإجراءات في ظل تنفيذ العقود التي أبرمت مؤخرا. وأكد السوداني بحسب البيان أن الحكومة وضعت مشكلة الكهرباء ضمن الأولويات، وأن التعامل مع هذه المشكلة المزمنة يتطلب عملا واستعدادا عاليين، لأن المواطن ينتظر الحلول التي تنهي أزمة الكهرباء المستمرة. وبيّن أن الحكومة ماضية بخططها في استثمار الغاز المصاحب والغاز الطبيعي في مجال الطاقة من أجل تقليل الاعتماد على الغاز المستورد، بالإضافة إلى منع آثار الضارة التي يتسبب بها حرق الغاز المصاحب. افتتح نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني المرحلة الأولى من مشروع معمل تسييل الغاز الطبيعي بحقل الرميلة. بيان للوزارة النفط ذكر أن عبد الغني افتتح المرحلة الأولى من مشروع معمل تسييل الغاز السائل الطبيعي في حقل الرميلة بطاقة 200 مليون قدم مكعب قياسي باليوم، مبينا أن المرحلة الثانية سيتم افتتاحها نهاية العام الحالي لتصل الطاقة الاستثمارية للغاز المصاحب في الحقل إلى 400 مليون قدم مكعب قياسي باليوم. وفي كلمة له خلال افتتاح مشروع معمل تسييل الغاز الطبيعي بحقل الرميلة، نقل وزير النفط حيان عبد الغني تحيات رئيس الوزراء محمد شيع السوداني للعاملين في المشروع والجهات التنفيذية، مشيرا إلى أن مشروع معمل البصرة لتسييل الغاز الطبيعي من المشاريع المهمة، وإنجاز المرحلة الأولى منه وتدشينه وتشغيله يعد خطوة مهمة لتحقيق أهداف الحكومة والوزارة بتقليص عمليات حرق الغاز، لافتا إلى أن استثمار هذه الطاقة المهدورة سترفد محطات توليد الطاقة الكهربائية في الغاز الجافة بمعدل 320 مليون قدم مكعب قياسي باليوم، فيما أكد أن هذه الكمية تساعد في توليد 1900 ميجاواط من الطاقة الكهربائية وترفد الشبكة الوطنية. وأضاف أن أهم ما يميز هذا المشروع هو اعتماده على التقنيات الحديثة في تنقية واستخلاص ومعالجة الغاز المصاحب وإيقاف إطلاق الغازات الضارة إلى الغلاف الجوي حفاظا على البيئة والصحة العامة. هذا وكانت وزارة النفط قد أعلنت عن افتتاح مشروع مستودع غاز السماوة في محافظة المثنى، وأكدت أنه سيوفر جزءا كبيرا من الحاجة الاستهلاكية لمادة الغاز، حيث افتتح وكيل الوزارة لشؤون الغاز عزة صابر إسماعيل مشروع مستودع غاز السماوة، واعتبر أن المشروع يعد من أحدث المشاريع التي تعتمد التكنولوجيا الحديثة ووسائل الحماية، ويهدف إلى توفير جزء كبير من الحاجة الاستهلاكية والطاقة الخزنية لمادة الغاز السائل للمحافظة، مشيرا إلى حرص الوزارة على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على تحديث المنشآت النفطية والغازية. غاز الـ LPG راح يكون منظومة تحويل السيارات من البنزين إلى الغاز السائل، هذا إحدى مشاريع الأخرى بالنسبة لشركة تعبئة الغاز الذي يقوم بها.
غاز سائل نظيفة صديقة للبيئة راح يحل محل المشتقات الأخرى المستخدمة. واليوم في محافظة المثنى نفتتح مستودع غاز السماوة. هذا المستودع بطاقة قدرها 3300 متر مكعب، ستؤمن هذه الطاقة الخزنية الغاز السائل للمحافظة، وسيتم إيقاف تجهيزها من المحافظات الأخرى، وسنحقق الاكتفاء الذاتي. هذا المشروع سيؤمن الغاز للاستخدام المنزلي والصناعي والتجاري، إضافة إلى تأمين الغاز السائل إلى منافذ تجهيز الغاز للسيارات. في جلسته الماضية أكد مجلس الوزراء على ضرورة توفير كل المستلزمات اللازمة لإنجاح الانتخابات المحلية، وقال بيان لمكتب رئيس الوزراء إنه في إطار العمل على تهيئة سبل نجاح الانتخابات مجالس المحافظات وفق ما تضمنه المنهاج الوزاري للحكومة. ووافق المجلس بحسب البيان على متطلبات تنفيذ هذه الانتخابات لعام 2023 المثبتة بموجب كتاب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مع الأخذ بعين الاعتبار الاهتمام لرأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء. أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الشروع بالعمل للاستعداد إلى إجراء الانتخابات مجالس المحافظات، ودعت المفوضية إلى ضرورة تحديد الموعد النهائي لانتخابات مجالس المحافظات والمزمع إجراؤها في 20 من كانون الأول القادم، كما وطالبت أيضا بضرورة توفير التخصيصات المالية اللازمة لإجراء الانتخابات. وكشفت المفوضية في بيانها إن عدد الناخبين الكلي حاليا أكثر من 27 مليون ناخب، وأكدت إن عدد المسجلين بايومتريا أكثر من 27 مليونا وغير المسجلين أكثر من 9 ملايين. وكشفت أيضا إن عدد البطاقات الموزعة هي 15 مليون وموزعة على المواطنين، وزادت إلى 2 مليون بطاقة غير موزعة. المفوضية أكدت إن الإجراءات في الإقليم للانتخابات مجالس المحافظات من غير الممكن من الناحية الفنية. إلى ذلك أعلن مكتب كربلاء الانتخابية توزيع 490% من البطاقات البيومترية، مبين أن عدد الناخبين الكلي يبلغ 850 ألف ناخب وناخبة في المحافظة. وقال مدير شعبة الإعلام في مكتب كربلاء المقدس رزاق الأسدي إن ملاكات المكتب تواصل عملية سواء في المكتب أو مراكز التسجيل والفرق الجوالة للمساهمة في تحديث بيانة الناخبين وحصولهم على البطاقات البيومترية. وأوضح الأسدي إن عدد البطاقات البيومترية الكلية الموجودة في مكتب كربلاء يصل إلى 559 ألف بطاقة انتخابية، تم توزيع 530 بطاقة وخلال الأسابيع الماضية بما يصل إلى نحو 490%. أدعى لضرورة تسجيل الناخبين من الطلبة الذين يمثلون أكثر من 75% من مواليدي عامي 2004 وعام 2005 الجدد، الذين يصل عددهم إلى نحو 150 ألفا. إجراءات فنية كبيرة تخوضها المفوضية من أجل إجراء الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها نهاية العام الحالي، وسط دعوات بأهمية تحديث جميع بيانات الناخبين البيومترية لتلافي حالة التزوير وضمان نزاهة الانتخابات. أحمد الزيدي.
في موعد أقصاه نهاية العام الحالي لإجراء انتخابات المجالس المحلية، تجري مفوضية الانتخابات استعدادات فنية مبكرة عبر تشكيل لجان مختصة لتحديث سجلات الناخبين وتسجيل المرشحين والأحزاب وإجراء محاكاة لعملية الاقتراع لضمان نجاح العملية الانتخابية. أول شيء يختار الإنسان اللي يشعر أنه راح يخدم منطقته، ما يختار الإنسان اللي مثلاً عليه شائبة فساد إداري أو مالي أو حتى أخلاقي. المفروض بيختار الإنسان الملائم، لأن هذه الصوت مالته هو ملكه، فكل شيء ملكه لازم يستخدمه بما يرضي الله سبحانه وتعالى. تحديث البيانات البيومترية هي أولى الخطوات نحو التغيير بحسب مواطنين، فالتهاون في عدم التحديث واستلام البطاقات سيفسح المجال أمام الفاسدين للعودة مرة أخرى إلى مناصبهم، وبالتالي ضياع الفرصة في التغيير المنشود. صوت الانتخاب مهم جدا، وأنا حقي هذا، مو أخذ هبة من أحد، أنا حقي من حقي أن أشارك في الانتخابات، فالمفروض بي أروح لحدث بيانات. أنا بالنسبة لي محدث بيانات، عندي بطاقة جديدة يعني تمشي بلا، يمكن الانتخابات تمشي، لكن بعض المواطنين ترددوا وتعاجزوا. هذا حقك يا أخي، هذا حقك، ما يصير تعوف حقك. حدثون بطاقتهم، هي ها بطاقة مهمة جدا حتى لا يستغلها البعض، الضعفاء أنفس يعني يستغلوها بعدين يصوتون بكانهم. أنت تروح انتخابات بتروح مقتنع من مقتنع، هاي بطاقة يجب عليك أن تحصلها. وفي حال عدم استلام البطاقة الانتخابية بحسب مراقبين، فإن إمكانية استغلالها من قبل الفاسدين كبيرة عبر استخدامها في التصويت لجهات وشخصيات قد تدفع الملايين من أجل الصعود واستغلال المناصب. وبالتحديث المواطني لبطاقته الانتخابية، فإنه يضمن مشاركته الفاعلة في العملية الديمقراطية، ويمنع سرقة صوته من قبل المفسدين وأصحاب النفوس الضعيفة. لقناة الفرات، أحمد الزيدي، بغداد. أعلن وزير الداخلية عبد الأمير الشمري عن مناقشة عدة ملفات رئيسة مع وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي، فيما أشار إلى تسليم الجانب الإيراني معلومات كاملة عن شبكات تهريب المخدرات. وقال الشمري في مؤتمر صحفي عقد الأربعاء مع نظيره الإيراني أحمد وحيدي في طهران إنه تمت مناقشة السلبيات والأخطاء التي رافقت الزيارة الأربعينية خلال العام الماضي، وكيفية تجاوزها بالتنسيق والعمل المشترك لتسهيل دخول الزائرين الإيرانيين وعودتهم بأمان وسلامة وفق أسس وتنظيم يتم الاتفاق عليها بين الطرفين. كما وتم مناقشة ضبط الحدود الدولية التي تمر في مناطق مائية وجبلية، مؤكدا الحاجة إلى التعاون والتنسيق والعمل المشترك لضبط هذه الحدود من خلال إجراءات للتحكيم والمراقبة وتبادل المعلومات الاستخبارية، مشيرا إلى بحث مواضيع تهريب المخدرات عبر الحدود المشتركة. رئيس خلية الإعلام الأمنية ومدير دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية سعد معن كشف عن أبرز الملفات التي تم التطرق لها في الاجتماع الأمني الذي عقد في طهران بين وزير الداخلية العراقي والجمهورية الإسلامية الإيرانية. تم التطرق إلى جملة من المواضيع المهمة، منها مسألة الحدود المشتركة وآلية الضبط والتعاون والتنسيق بين الطرفين، خاصة في القضايا ذات العلاقة، ومنها الحد من موضوعة المخدرات أو محاولة تهريب المخدرات، وأيضا محاولات التسلل أو غيرها. تم الاتفاق على كثير من التفاصيل في هذا الموضوع، تبادل الجهد الاستخباري، التدريب، وأيضا كان هنالك وقت النقاش لموضوع الزيارة الأربعينية، وبالتالي تشكيل لجان مشتركة لتسهيل مرور الزوار بطريقة انسيابية وبطريقة سهلة. أيضا طبعا كان هناك الكثير من الحديث عن المشتركات بين البلدين الجارين، تضمن ذلك أيضا نقل تحيات السيد القائد العام للقوات المسلحة السيد رئيس الوزراء إلى الأخوة في هذه الوزارة. تطرق السيد الوزير أيضا إلى أهمية
أهمية انعقاد مؤتمر كارت المخدرات الذي انعقد في بغداد. وكان مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرج أكد أن أمن العراق من أمن إيران وأمن إيران من أمن العراق. الأعرج ذكر خلال لقائه أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني العميد علي أكبر أحمديان في طهران أن الحكومة ومؤسسات الأمن القومي في العراق عازمتان على ومستعدتان للتعاون والتفاعل مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية كما في الماضي من خلال الحفاظ على التواصل الوثيق والمستمر في جميع المجالات، مشيرا إلى أن التشاور المستمر بين كبار المسؤولين في البلدين هو أساس لاستقرار وتقدم البلدين، فيما أكد على أهمية الإسراع في تنفيذ الاتفاقيات الثنائية المبرمة خاصة في المجالين الاقتصادي والأمني. وصل وزير الدفاع ثابت محمد العباسي إلى محافظة كركوك على رأس وفد أمني رفيع المستوى للاطلاع على الوضع الأمني في المحافظة. وذكر بيان لوزارة الدفاع أن الوزير وصل إلى كركوك يرافقه نائب قائد العمليات المشتركة وقائد القوات البرية، وكان في استقباله فور وصوله في مطار كركوك الدولي محافظ كركوك رئيس اللجنة الأمنية العليا راكان سعيد الجبوري وقائد المقر المتقدم للعمليات المشتركة وقائد شرطة كركوك. وأضاف أن الزيارة جاءت للاطلاع على الوضع الأمني في المحافظة ومتابعة القطاعات العسكرية المنتشرة ضمن قواطع مسؤولياتها. عمليات أمنية نوعية تنفذها القوات الأمنية في مناطق متفرقة من البلاد، هدفها إنهاء النشاطات الإرهابية وقطع دابر الاعتداءات والخروقات المستمرة. صباح حكيم. تنفذ القوات الأمنية بين فترة وأخرى وبالاعتماد على الجهد الاستخباري عمليات أمنية استباقية لملاحقة فلول العصابات الإرهابية الداعشية، وتساهم تلك العمليات النوعية في درء خطر بقايا تلك المجامع التكفيرية التي تستوطن الجبال والمنحدرات وبعض الأنفاق والجحور للاختباء عن أنظار القوات الأمنية، إلى أن عمليات المراقبة والتتبع والتي تستمر بكثافة تطيح بأفراد تلك المجامع. تلاحق هذه العصابات وأن تجمد أعمالها نتيجة الجهد الاستخباري الجيد الذي تعودنا عليه من قبل قواتنا الأمنية ومن قبل الاستخبارات. حقيقة هذه المعلومات التي تصل إلى القوات المنفذة معلومات جيدة، بدأت نتائجها نتائج جيدة انعكست على الأمن العراقي في هذه الفترة الأخيرة. تنجح القوات الأمنية في اختراق صفوف المجامع الإرهابية وتحييدها ومنعها من تنفيذ هجماتها أو الوصول لأهدافها، وغالبا ما يتم استهداف بقايا التنظيم عند تحركها لتنفيذ أي عملية إجرامية ومن خلال مراقبة الأوكار والمضافات، وينجح سلاح الجو من تنفيذ ضربات نوعية لاستهداف بعض الأنفاق والمناطق الوعيرة التي تستخدم كمخابئ لداعش، ويتم خلال تلك العمليات قتل عدد من فلول تلك العصابات. الجهد الاستخباري ينبغي تكثيف الجهد الاستخباري، إدامة الصلة مع المصادر أو الأصدقاء في هذه المناطق، الكشف عن حاضنات الإرهابيين في المناطق عدة. تسهم المعلومات الأمنية التي تقدمها الأجهزة الاستخباراتية المختلفة كالاستخبارات العسكرية ووكالات التحقيقات وجهاز الأمن الوطني والمخابرات القيام بعمليات استباقية سواء للضربات الجوية أو تحرك أرضي للقطاعات البرية، وتتراجع أعداد الإرهابيين ويخضع ما تبقى منهم للمراقبة حتى قتلهم أو اعتقالهم. صباح حكيم الفرات، بغداد. نهاية مرصد الظهيرة، دمتم بسلامة.